يسعد لي مساكم حبايبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير. طبعا ما تنسوا اللايك لسوسو والاشتراك بالقناة عشان يوصلكم كل جديد سوسو بتعمله. طبعا اليوم وصفتنا سهلة وبسيطة واقتصادية وصحية جدا جدا، كتير منا ما بيعرفوها. هنعمل الحميضية طبعا بالحميض. كلنا بنعرف الحميض اللي بيطلع في الأراضي الزراعية أو في الجبال. نزلت الارض كبت شويه، قلت لازم اعمل هاي الوصفه. هاي الوصفه ما كنت اعرفها، وكنت استعجب لما يعملوها بمصر، كنت اقول عمري ما ادوقها، بس لما دقتها وشفت طعمها اقسم بالله ما عاد اقدر استغني عنها، لانها كتير 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 شهيه. طبعا انا فرمت هنا الحميض زي ما انتم شايفين، تركت لكم الورقتين دمت عشان تشوفوا الحميض. طبعا هنا قشرت البصله وفرمتها. طبعا هنا معايا طماطم ضربتها بالخلاط او عملناها بالخلاط. طبعا عملتها نعمتها كتير ما صفيتها. طبعا هون معانا كوبايه رز، كزبره خضراء، طبعا البهارات اللي بدنا نحطها، معلقه بابريكا، معلقه كمون، معلقه نص معلقه شطه، معلقه فلفل اسمر. طبعا هنجيب قرن الشطه، نسيت اتذكرت الوقت. طبعا والزيت، تابعوني للنهاية عشان تشوف وصفتنا للآخر. طبعا هاي الوصفة مشهورة كتير بمصر، تعلمتها منهم، وخاصة من إيدين الستات الكبيرة البركة، تاكليها وتاكلي صوابعك من وراها. يلا بينا نعمل الوصفة. هون أنا حطيت الزيت بالطنجرة، وكانت المفاجأة شكل أنينة الغاز راح تخلص معايا. كانت صدمة ليا، ما علينا، هنزل نكملها عند سلفتي، مش هنوقف على كده، وان شاء الله تكملها يا رب. قولوا معي ان شاء الله. ادعوا معانا يا ربي ان انت الغاز تكفينا تنخلص وصفتنا. طبعا راح نشقر البصله تشقير، راح نتركها، بس لا مش هينفع، هنزل تحت بقى واكمل وصفتي هناك. طبعا انا نزلت اكمل الطبخه تحت عند سلفتي. طبعا اختلف النور من فوق لتحت، من فوق النور ابيض وهنا احمر، مش عارفه التصوير هيبقى ازاي. طبعا هننزل بالبهارات دلوقتي اللي قلنا عليها. طبعا البصله ما خليناها تحمر كتير زي ما انتم شايفين. البصل مع البابريكا مع البهارات روعه. وهننزل بقرن الفلفل الحار حسب رغبتك، اذا ما بتحبيش الحار مش شرط. طبعا هننزل بالطماطم دلوقتي. طبعا هنخلي الطماطم تغلي شويه. طبعا انا مش هسبكها، انا شفتها هنخليها فيها شويه ميه. طبعا انا تحت ما عرفتش اصور، رجعت نقلت وطلعت تاني، خليت ابو منى قبل انين الغاز، وطلعت اكمل فوق لاني ما عرفتش اصور تحت، الانوار مش حلوه زي فوق. هون حسيت انها عايزة ملح، كمان حطيت عليها شوية. طبعا هننزل دلوقتي بالحميض او الحميضية. طبعا هننزل بالحميضة بقى، الله على الريحة، الله على جمال الطبخة. راح نتركها تغلي شوية، هننزل كمان بالكزبرة. راح احط الكزبره الخضراء هاي الطريقه، وراح نغطي عليها ونتركها تغلي شويه. هيك كله تمام. نجي للخطوه الاخيره اللي هي ايه؟ كوبايه الرز، وراح نتركها تغلي لما الرز يستوي ونطفي عليها. طبعا انا احط كوبايه ميه صغيره عشان الرز هيشرب الميه، وعشان يستوي هنحط كوبايه صغيره ميه، مقدار كوبايه بس اهو، وراح نتركهم يغلوا. لكن هيك صارت حلقتنا جاهزه، قصدي طبختنا. بسم الله ما شاء الله، شوف الجمال. انا بحب فيها شويه ميه. طبعا الاكله دي ناكلها بخبز او هيك بالمعلقه، تمشي مع الجهتين. صارت جاهزه للتقديم.
وهيك يا حبايب وصفتنا صارت جاهزة، بتمنى تنول إعجابكم، بنصحكم جربوها، أقسم بالله ما في أروع من طعمها وأشهى من هيك ما في. ما تنسوا اللايك لسوسو والاشتراك بالقناة، صار فيه أقولكم تصبحوا على ألف خير حبايب قلبي.